أسعد الله صباحكم أيها الإخوة، مع أبو ماهر عزت السعيد من حوارة ومن جنانتنا ومن باب دارنا. أقول لكم هذه الصور الحية. صباح كل يوم وبعد صلاة الفجر أقوم بسقي الشجر والخضروات ثلاث أيام وجودي في حوارة. شادي تعال 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 بصور. في أحلى من هيك منظر تيني تكون باب الدار يوكل عنها تين طازة؟ ها وها هو أبو شادي، هذا اللي شايفه أنا نشيط في حوارة، يعني بيعادلني. أيوة هيت. بنقوم كل الصباح بعد صلاة الفجر والحمد لله، من يوم ما بنوصل حوارة في الحديقة سكي الشجر وبحش حول الشجر. ما هلا اكلت يا زلمه؟ ماني اكلت هلا، صورته بس زاد عن العشر دقائق، ما بقدرش احطه على اليوتيوب. فقلت وطور سنين وهذا البلد الامين، فانا بناشد كل ابناء بلدي حواره وبلادنا فلسطين، صغير كبير يهتم في بداره في بيته في جنانته في حديقته، يزرع يروع على ارضه، يزرع يزرع هو في مثل عيشه الفلاح، لانه لوم الفلاح ما عاش المدني. وهذا ابو شادي هيو وكلتين. هيو بيشعم في حب التين موازي، يعني بيشارك في العصافير، بس العصافير بخلي الشيء اللي فوق. والله لو سهل يا زلمه يا هلا. امبارح كنت الساعه 3 الصبح لما شفت امبارح من الساعه 3 والله سكيت، لانه بتيجي المي قويه سكيت، وبعدين أذن وصليت وطلعت على عنها مش عنا وافية.
لا هلا مش وقت، هلا بسكرها لانه لا خلاص طحن. واذا فيش عندك براميل؟ ليش براميل؟ انا بتنزل على السيح دايركت، بس مسكرها على السيح. شايب بلا شنو بدك تشم حسين؟ بلا اجت وراحت عند دار حسين. شو صار مع حسين؟ طيب خليني اصور حبات هالليمون والله عمان نصورهن كثير، بس هذول اربعه في جنب بعض. شو اربعه؟ اطلع صور ثمانيه جنب بعض. يعني ايه؟ من اللي صورته زاد عن زاد عن العشر دقائق، بس خزنته عندي انا في الكمبيوتر. كل عرطوس عليه ثمان حبات. شايف شايف والله؟ فبقولهم بناشدهم بناشدهم يزرعوا يزرعوا، بيوفروا عليهم الأشياء الكثيرة من المصاريف، بتساعدهم في حياتهم، في تربية أولادهم، في تعليمهم. زيحوا الكسل، زيحوا وازرعوا. قالوا إيش اسمه جدادنا، نزرع زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون. صح يا أبو شادية؟ والله يا عمي مزبوط.